تطلق هيئة الطرق والمواصلات الجيل الجديد من مواقف الحافلات الجديدة بتصميمها المبتكر المعتمد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والذي يتميز بطابعه العصري الذي يدمج ما بين التصميم الداخلي العملي والتميز في المظهر الخارجي. سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص عن طريق أسلوب BOT، حيث سيقوم المستثمر بتمويل وتنفيذ وتشغيل المظلات ومشاركة الهيئة في إيرادات الإعلانات طوال مدة التعاقد المقدرة بنحو 12 سنة، بما يحقق الأهداف الرئيسية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. جاء التصميم الجديد لمواقف الحافلات العامة متطابقاً مع كود دبي لأصحاب الهمم، حيث تم توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة ومسارات للمخفوفين، كما تم تخصيص جزء من مساحة الموقف بحيث يكون مكيفاً، وأماكن خارجية مظللة ومساحات إعلانية. تم أيضاً توفير أماكن لوقوف الدراجات الهوائية وجهاز التذاكر TVM، خارطة لشبكة خطوط الحافلات وشاشة معلومات توفر العديد من المعلومات والجدول الزمني للحافلات وزمن التقاطر وغيرها من الخدمات حسب دليل الحافلات الجديد. جاء التصميم الجديد بأربعة أنواع مختلفة وبحسب سعتها وحجم استخدام الركاب فيها، وهي: موقف الرئيسي بريميوم، حجم الاستخدام يفوق 750 راكبا في اليوم. موقف ثانوي انترميديت، حجم الاستخدام من 251 إلى 750 راكبا في اليوم. موقف أساسي بيسك، حجم الاستخدام من 100 إلى 250 راكبا في اليوم. موقف تنزيل وتحميل مينيموم بوردينج، حجم الاستخدام أقل من 100 راكب في اليوم. تم الانتهاء من تنفيذ 4 مظلات من إجمالي 1550 مظلة سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.